نروح لتليفون مهم جدا، الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه باتحاد الكوره. تحياتي ليك يا دكتور محمد. اهلا بيك يا اسامه، اهلا بحضرتك. في البدايه يعني عايز حضرتك تشرح للناس او تدينا نبذه كده عن فيروس كورونا. بص، هو فيروس كورونا هو احد الفيروسات اللي بتصيب الجهاز التنفسي، وهو فيروس موجود من فتره، و طبعا لما حصلت الاصابه في الصين وكان في عدد كبير جدا من الاصابات، والصين اخذت اجراءات حازمه في مكافحه العدوى، ده اللي ادى الى انحسار المرض دلوقتي. احنا في الفتره الحاليه هذا الفيروس بيتم انتقاله عن طريق الجهاز التنفسي، ممكن يبقى متواجد على بعض الاسطح وبعض الملابس، والفيروس للاسف الشديد بيعيش على الاسطح لمده تتراوح من 6 الى 12 ساعه. فعشان كده التصافح والاعناق واللمس قد يؤدي الى نقل الفيروس. تمام. المرحله الحاليه هي اهم مرحله، وهي اتخاذ اجراءات مكافحه عدوى بصوره صارمه، زي ما حضرتك قلت انا سمعت الان. احنا مش واخدين الاجازه عشان نروح المولات او ننتقل، لان كل المناطق دي لو فيها عدد كبير وفيها ازدحام ده يؤدي الى انتشار العدوى. احنا عايزين يبقى في انحصار للعدوى، فمش عايزين تنقلات او تواجد في اماكن فيها ازدحام كبير، لان ده بيؤدي الى زياده انتشار العدوى. لو احنا عملنا طبقنا هذه التعليمات وكان في اهتمام بالنظافه الشخصيه وغسل اليدين بالصابون وعدم ملامسه الاسطح او المقابض او الاسانسيرات او الكلام ده، كل ده هيؤدي الى انحصار العدوى ويؤدي الى قلتها ويؤدي الى ان احنا نقدر نسيطر عليها، والحالات اللي موجوده يتم انحصارها وما يحصلش انتشار للعدوى. تمام. دكتور، لو واحد مصاب دلوقتي ببرد يفرق ازاي ما بين البرد العادي الانفلونزا وما بين الفيروس كورونا؟ بص، الفيروس كورونا بيجي معاه ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، ممكن يبقى انا عندي برد وما عنديش ارتفاع في درجة الحرارة. السعال اللي بقى مصاحب للإصابة بفيروس كورونا بيبقى سعال جاف وبيجي مرة واحدة مفاجئ. السعال اللي بقى مصاحب لنزيف البرد بيبقى معظمه برودكتيف او في بلغم. الأعراض اللي هي أعراض التعب بتبقى أعراض شديدة. بالنسبة لفيروس كورونا الواحد مش قادر وعايز يريح وعنده إعياء شديد. تمام. حتى لو كان عنده اعراض برد عاديه احنا بننصح ان هو يلزم منزله وياخد خافض الحراره الباراسيتامول، وياخد الفيتامينات زي فيتامين سي والمقويات الطبيعيه، وياخد اكل صحي، فواكه، خضروات، كل ما هو من شانه رفع مناعته حتى يستطيع مقاومه او مكافحه الميكروب الفيروس ده. تمام. الفيروس الكورونا كمان تأثيره الكبير بيبقى على كبار السن. اللي هم عندهم كمان امراض مزمنة. دول يفضل ان هم طبعا ما يتواجدوش في الاماكن اللي هي المزدحمة او الاماكن اللي فيها اعداد كبيرة. تمام. عايز اعرف حضرتك او تعليق حضرتك على قرار الدولة امبارح بتعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة 15 يوم. بص، الدولة حضرتك احنا طبعا بنتبع تعليمات السلطات الصحية. ممثلة في منظمة الصحة العالمية كسلطة صحية دولية بتشوف انه هذا المرض منتشر في انحاء العالم، ولابد من اتخاذ اجراءات مكافحة للعدوى بصورة حازمة عشان نقدر نحصر الميكروب او الانتشار. والسلطات الصحية المصرية والدولة المصرية بتاخد هذه الاجراءات بهدف اتخاذ اجراءات احترازية لمنع انتشار المرض. طبعا مصادر قرار دولة رئيس الوزراء بتعليق المدارس لمدة أسبوعين، والتوجيه بتعليق الأنشطة الرياضية الجماعية لمدة الأسبوعين أيضا، ده مهم جدا لأن احنا بنقلق من أي تجمعات تؤدي إلى انتشار الفيروس. فطبعا هذا القرار مهم جدا، والمرحلة دي يجب أخذ هذا القرار، واحنا عايزين احنا كمصريين كمواطنين نلتزم بتطبيق هذا القرار، لان هو قرار حازم وقرار جاد، واذا احنا لم نلتزم بيه وعملنا تواجدنا في اماكن فيها تجمعات او مولات او كافيهات او كل ده، يبقى احنا كده نؤدي الى انتشار الميكروب واحنا المتضررين، وده يعني مش هيبقى نتائجه
جيده، فلا بد من الالتزام بهذه التعليمات. وانا يعني بضم صوتي لصوتك، لازم يكون في التزام من الناس ووعي اكبر. هل صحيح يا دكتور ان الفيروس بيموت بعد درجه حراره 30؟ بص انا ما اقدرش اقول كده، لكن هو الدراسات الحاليه يعني بتشير ان الفيروس بيعيش يعني ما بيعيش في الاجواء الحاره. لكن ده كلها استنتاجات من دراسه الاماكن او الدول اللي هي فيها اصابات. لكن ما حدش يقدر يقول ان الفيروس هيستمر على كده او قد يتواجد في اماكن بارده بسرعه اكثر من تواجده في اماكن حاره. ما حدش يقدر، ومنظمه الصحيه اعلنت كده، فلابد نتعامل مع الموضوع بحزم وجديه. الموضوع ما فيهوش هزار، والفيروس ممكن يتواجد او يتحور او يتواجد في اي مكان في الوقت الحالي. لغايه الان ما نقدرش نجزم ان هو غير متواجد او بيموت في الاجواء الحاره. اخيرا يا دكتور، نصائح حضرتك للرياضيين. والله انا الرياضيين اكثر الناس حظا في هذا الموضوع، لان الرياضيين طبيعي بيتمتعوا بصحه جيده، بيبقى بيمارسوا الرياضه في الاوبن اير، يعني ما فيش رياضي يعني بينزل يمارس رياضه وهو عنده ارتفاع في درجه الحراره او عنده اعياء او كده. فالرياضيين الحمد لله ان شاء الله امورهم كويسه، لكن مش عايزين الرياضات الجماعيه، التجمع في اماكن مغلقه، برضه استخدام حمامات السباحه باعداد كبيره، ده كل ده مش محبذ، لانه قد يؤدي الى انتقال او يسهل على انتقال الفيروس. دكتور محمد سلطان، رئيس اللجنه الطبيه باتحاد الكره، شكرا جزيلا لك.